تافيلالت أو التي جماسة قديمة، ثاني مدينة إسلامية بشمال إفريقيا، أرض الفقهاء والعلماء والصالحين، أرض اللي كان فيها المهد ديال الفن الملحون والفن البلدي، أرض المدفونة والأرض ديال الأجداد العلويين للسنة الدولة العلوية الشريفة. أرض كانت تسخر بمجموعة من المؤهلات والمميزات اللي كتميزها على باقي المناطق في المغرب. اليوم غادي نزيد غير حاجة من الحوايج اللي كتميزها على باقي المناطق في المغرب، وهذه الحاجة معترف بها عالميا بأن الأصل ديالها والمنبع ديالها من منطقة ديال تافيلات. اليوم غادي نهضروا على تمر المجهول. سيدنا رمضان ضروري من جوج الحوايج فوق الطبلة ديال المغرب، الحريرة والتمر، وبالخصوص إذا كانت الحريرة بورقية. أما التمر فبمجرد ما كنقولوا التمر كنهضروا على التمر ديال الجنوب الشرقي، عرفوا العاصمة بودني بالريصاني زاكورة إلى غيرها من المناطق اللي معروفة بالتمر وبالجودة ديال النوع ديال التمر اللي فيها. وبمجرد عاوتاني ما كنقولوا التمر اش كنقولوا؟ واش كاين شي مجهول؟ لأن المجهول هو أفضل والنوع الواعر في التمر عندنا كاع في المغرب كامل. باش كنهضروا على التمر كنهضروا على المجهول، وبالخصوص المجهول ديال الجنوب الشرقي. ولكن هذا المجهول اللي كنهضروا عليه حنايا واش مجهول خاص بالمنطقة ديالنا أو لا كاين في مناطق أخرى؟ إلا دخلنا للإنترنت وكنا كنقلبوا ضروري غنلقاو المجهول كاين في مصر، كاين في العراق، كاين في إيران، كاين في السعودية، كاين في أمريكا، كاين حتى في الكيان الإسرائيلي، حتى هما عندهم المجهول. إذا هذا المجهول واش هما خداوه منا ولا حنا خديناه منهم؟ هذا المجهول سيادنا ديال من؟ قصة انتشار المجهول في العالم. القصة كاملة كتبدأ من بودني، وبالضبط في العشرينات ديال القرن الماضي. ولكن قبل ما نرجعوا لبودني واش نوقع فيها، خلينا نشوفوا المنطقة ديال تافيلات كيفاش كانت قبل من هذاك التاريخ. فالمنطقة ديال تافيلات كانت معروفة بالواحات ديالها وبالأنواع ديال النخيل اللي فيها، واللي كتعطينا واحد الأنواع مختلفة ديال التمور والجودة والطيبة والجمالية واللذة اللي كانت كتعطينا هذيك التمور ديال المنطقة ديال تافيلات. فالمصدر ديال هذا الفيديو كيقول لك بأنه في القرن 17 كانوا التمور ديال المجهول في المنطقة ديال تافيلات كتحطو في صنادق كيمشيو لباريس ولندن كهدايا في أعياد الميلاد. ماشي غير هادشي، بل أيضا إلا رحت للمؤرخين مثلا بن بطوطة فكنهضر على الجودة والطيبة ديال التمور ديال المنطقة ديال تافيلات. وغيره من المؤرخين اللي كنهضرو على الجودة واللذة والطعم والجمال ديال التمور ديال المنطقة ديال تافيلات. ولكن جاء مرض أبايون واللي غادي يقضي على واحد العدد كبير وهائل من النخيل ديال المنطقة ديال تافيلات، وهاد أبايود كيقضي على النخلة تماما، راسها كيطيروا ليها. هاد أبايود جا المنطقة ديال تافيلات والنخيل ديال المنطقة ديال تافيلات والمجهول ديال المنطقة ديال تافيلات، واللي غادي يقضي على عدد كبير من النخيل ديال المجهول. وفي سنة 1927 هنا غيجي الدكتور والتر سوينغ وجا المنطقة ديال بودني بالضبط، وخدم لنا 11 نخلة ولا 11 فتيلة ديال المجهول، وكان داهم معاه لميريكا. هذيك 11 الفسيله وصلات ولا بقات منها السعود، دارهم في واحد الحجر زراعي وكبروا زيانو، وعطاونا 64 من بعد فسيله اخرى اللي غتعطينا المجهول، ومن بعد غتولي الزراعه ديال المجهول في الميريكان. هنايا من منطقه بودني الميريكان ولا منطقه ديال تافيلات والميريكان هما اللي كانوا حاصرين واللي عندهم تمر المجهول في ديك الساعه. ولكن 1968 هنا غادي ينطلق او تنطلق زراعة المجهول او زراعة النخيل ديال المجهول مناطق اخرى من بينها مصر والعراق والسعودية وايضا حتى في امريكا اللاتينية، كاع المناطق اللي المناخ ديالها كان كيسمح باش ان المجهول ينمو فيها ويتزرع فيها ويعطينا المنتوج ديالو كنتقل ليها هذيك الساعة. ومن بعد كل واحد كيولي تيقول لك انا هو الاصل ديال تمر المجهول. أكدت واحد الدراسة قام بها واحد المعهد الأمريكي بأنه قام بتحليل حمض الأديين أو الحمض النووي ديال واحد المجموعة من النخيل ديال المجهول، واللي كان خدام فيها واحد العينات من مصر وعينات من أمريكا وأيضا عينات منين؟ من المغرب. أكدت هذه الدراسة بأن الأصل ديال تمور المجهول اللي كاينة في العالم كامل كيرجع الأصل ديالها المنطقة ديال تافيلات وبالضبط بودني. علاش قلنا بودني؟ لأن دوك
9 ولا 11 الفتيله الاولى تهزات تهزات من المنطقه ديال بودني، المنطقه ديال التافيلات كامله كان فيها المجهول، لا بودني بلا ارفود ولا البريصاني ولا الجرف ولا غيرها من المناطق ديال المنطقه اللي كان فيها انا ذاك المجهول. علاش تمر المجنون؟ اولا القيمه الغذائيه اللي عند تمر المجنون، انا غادي نخليكم على واحد الجدول في هنا نبقى نفصل لكم بهذه القضيه. ها هما واحد الجداول كتهضر لنا على القيمه الغذائيه ديال تمر المجنون والفوائد الطبيه وبزاف الحوايج اللي كيستافدها الانسان من تمر المجنون. وثانيا ان تمر المجنون عنده واحد القيمه تجاريه كبيره ولا عليه واحد الطلب كبير ماشي غير في المغرب فقط، راه بل حتى خارج المغرب، وكاع الاسواق دابا كتدخل ليها كتلقى فيها التمر المجهول. ربما كتختلف هاد القضيه ديال التمر المجهول في التسميه، مثلا كتلقى المجدول كتلقى مجموعه من الاسماء الاخرى، ولكن كيبقى المجهول هو المجهول. كاين اللي غيدخل لهاد الفيديو او اللي غادي يلقاه في التعليقات، خويا شحال داير الثمن ديال التمر المجهول؟ صراحه راه ما كاينش اللي غادي يعطيكم واحد الثمن فيكس للتمر ديال المجهول، بل كتختلف الاثمنه ديال التمر المجهول على حسب الحجم ديال التمر، واش عادي واش متوسط واش غليظ. ايضا ديك التمر اللي قدامكم واش ناشفه واش ما ناشفاش، هذيك التمر اللي جاي ديك التمره اللي جايه واش جايه من واحد البلاصه اللي كان اللي الناس ديالها كيسقيوها بالماء الحلو ولا شي حاجه. المهم بزاف د الحوايج اللي غتخلي داك الثمن ديال ديك التمر غادي يطلع، ولكن حسب العين ديالي فالتمر ديال المجهول كيبدا من 40 درهم حتى 120 درهم. المهم كتختلف الاراء الناس اللي كيبيعوا التمر ديال المجهول. كتبوا لنا في التعليقات اللي جاتكم بخير شحال كيدير التمر المجهول باش نتهناو من هذه القضيه. وتمنى ان الفيديو اعجب ديالكم، صراحه انا بغيت غير نحاول ندير هذه القطعه ونبين بان التمر المجهول حتى هو من القائمه ديال الحوايج اللي كتميز المنطقه ديال التافيلات على باقي المناطق في المغرب.